السلام الله عليكم أحبتي. في هذا الفيديو راح نستخدم طبعا method of reduction of order to solve second order homogeneous differential equation. فالسؤال given that y double prime minus 4y prime plus 4y equals 0. طبعا في عندي y1 اللي هو solution already بيكون given بالمسألة. y1 equals e to the 2x, use reduction of order to find. رح نوجد أول شيء second solution y2 أو y2 of x, سميها كما تشاء, يعني هاي الاكس وجودة هنا, أحيانا بنكتبها ما بنكتبها, it's fine. والشيء الثاني هو general solution لهذه differential equation. طبعا أنا هنا مجهز in advance كيف تكون هذه السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن ان ستاندرد فورم. ستاندرد فورم بكل بساطه بكون في عندي واي دبل برايم, سوري, بكون في عندي واي دبل برايم, ذن بي اوف اكس فانكشن يعتمد على اكس, تايمز واي برايم بلس كيو اوف اكس فانكشن يعتمد على اكس ايضا, ملتبلايد باي واي ايكوالز 0. وعلينا أن نتأكد أنه هل الـ equation given عندي هنا in standard form or not. كما ترى هي in standard form, يعني عشان نجعل الأمور بسيطة, standard form معناه أنه y double prime multiplied by 1, يعني ما في معها هنا الـ coefficient لـ y double prime equals 1, أو بلغتنا البسيطة أنه مش مضروبة بشيء, يعني مضروبة بـ 1. وإذا بتلاحظ عندي هنا y double prime الـ coefficient 1, فـ it's fine, it is in standard form. بعد ما نتأكد أن standard form راح نستخدم هذه الميثود أو هذا القانون حتى نجد ما يسمى بالسكند اندبندنت لينير سوليوشن y2 او y2 of x. قبل ما نبدا يا اصدقاء علينا ان نحدد ما هو p of x في هذه الديفرنشال ايكويشن. لاجل ذلك راح اكتبها مره ثانيه. عندي y double prime minus 4y prime plus 4y equals 0. وإذا قارنا هذه مع الستاندرد فورم نستنتج بأنه p of x اللي موجود هون هو نفسه الماينس 4, طبعا نأخذه مع الإشارة ما بصير نحكي 4, هو ماينس 4, ورح نطبق القانون الآن مباشرة. إذن p of x في هذه المسألة يساوي ماينس 4, طبعا q of x ما بفيدنا بشيء فبننساه. لربما يسأل سائل, يعني هذه p of x وتعني function يعتمد على x والموجود عندي هنا constant, هل نستطيع أن نعتبر أنها minus 4 function في x؟ طبعا نستطيع أن نعتبر minus 4 function في x, هذا يعني لا يفسد للود قضية. وعلينا أيضا أن نحدد هوية y2 أو y1, سوري, اللي هو e to the 2x. ورح نستخدم الآن هذه الفورميلا حتى نجد y2. هنصبح عندي بهذا الشكل y2 equals y1. y1 طبعا given عندي هون زي ما انتم شايفين اللي هو e to the 2x, then we have this integral e to the minus integral of minus 4 dx اللي هو p of x اللي شايفينه هون, هي موجود عندي هون بطبيعة الحال, divided by y1 squared. y1 عندي يا e to the 2x all to the power of 2 dx. إذا بتحب بإمكانك أنه يعني نبسط هذا شوية, it will be like this, e to the 2x, then we have here e, طبعا زي ما انتم شايفين في عندي هون موجود ماينس, في عندي هون موجود ماينس, هذولا بإمكاننا يعني نعملهم combining, it will be plus, so it will be to the 4
dx. طبعا لما يكون عندي e to the 2x all to the 2, وأنا يعني هنا أتحدث عن هذا المكون, عندي هنا power زي ما أنتم شايفين, وعندي كمان power, هذول بنقدر نضربهم ببعض. So it will be e to the 4x, e to the 4x dx. وخلي أولويتك هي في حساب هذا الانتجرال, يعني هذا أول شيء يجب أن نحسبه. وطبعا يعني obviously الانتجرال ل 4 dx it will be no more than 4x. طبعا لا تفكر انك تزيد c بهذه المرحلة, ما في عندي هون c ولا شيء من هذا القبيل, فقط 4x. So يصبح الحل بهذا الشكل 2x then integral of e to the 4x divided by e to the 4x dx. طبعا بإمكاننا أن نختصر هذول, راح ينتج عندي فقط واحد لأنهم متشابهين, فعندي e to the 2x في integral of 1 times dx. والأنت دريفاتيف للون I think أنه إحنا فاميليار مع هذا الإشي, الأنت دريفاتيف هو فقط x. وبأكد في هذا النوع المسائل ما في داعي أنك تضيف c اللي هي الـ constant of indefinite integral. So times x, وبإمكاننا نكتب هذا بصورة أجمل بهذا الشكل 2x e to the 2x. طبعا هذا هو A, هذا هو solution لA, هذا هو solution part A. Second solution لهذه differential equation راح يكون على شكل x e to the to the 2x. So this is y2. أما إذا كانت المسألة فهي أن نجد general solution لهذه differential equation. طبعا بلزمني أكون عارف مين y1, y1 already given equals e to the 2x, وعندي y2 اللي احنا أوجدناها الآن اللي هي بتساوي x e to the 2x. والgeneral solution يكتب على شكل y equals c1 constant times y1 plus c2 constant آخر times y2. طبعا y1 و y2 موجودين عندي, فقط علينا انه نعمل replace then y, بعتذر هون لانه مش y2 y1, بسميه فقط y فيما يتعلق بالgeneral solution, ما بنسميه y2 او y1. y equals c1 times e to the 2x plus c2 x e to the 2x. وهذا هو general solution لهذه differential equation. أحبتي, انتهى حل هذه المسألة, وشكرا لكم.